السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار اليوم 15 نوفمبر 2022 الثلاثاء، فضلا وليس أمر الاشتراك في القناة ولايك للفيديو. صعود 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 للدولار اليوم في جميع البنوك المصرية والسوق السوداء. هنستعرض اليوم أسعار الدولار في البنوك المصرية بإذن الله، مصرف أبو ظبي والبنك الأهلي الكويتي والبنك المصري الخليجي 24.43 جنيه للشراء، البنك التجاري وبنك مصر إيران وبنك المشرق والبنك الأهلي المتحد وبنك الاستثمار والبنك المصري الخليجي والبنك الكويتي الوطني 24.41 جنيه للشراء. في البنك المركزي المصري سجل الدولار 24.39 جنيه للشراء، بنك الإسكندرية 24.39 جنيه للشراء، البنك العربي الأفريقي 24.38 جنيه، البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس وبنك اتش وبنك كريدي وبنك بلوم وبالمصرف المتحد وبنك سيب وبنك قطر الوطني وبنك الإمارات دبي وبالبنك العقاري المصري والمصرف العربي وبنك أبو ظبي التجاري وبنك القاهرة 24.36 جنيه، والبنك الأهلي اليوناني 24.35 جنيه، وبنك البركة 24.32 جنيه. أرقام جديدة خالص وسعر جديد خالص في سعر الدولار اليوم، يعني صعود وارتفاع شامل وارتفاع يعني في جميع البنوك المصرية. استعرضنا سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 15 نوفمبر 2022 الثلاثاء. أنا بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضلا ادعموني باشتراك ولايك.